احتفال رياضي كبير، لانطلاقات رياضية بالفعل. توجت اسم الإمارات عاليا دائما كعادة هذا الرقم الصعب، الرقم واحد. بسم الله وعلى بركة الله تعلن الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه اللحظة في الشوط الرئيسي الخاص بالحول، شوط درع فخر الأجيال الذي يعلن انطلاق الستار وإسدال الستار على هذه اللحظات، لحظات الختام مع الكبار. وما أحلى الرقصة مع الكبار مع خاتمة أعمار هذه الهجن التي تشارك في رياضتنا العربية الأصيلة. أسماء مميزة جاءت هنا من دول الخليج ومن الإمارات لتكون حاضرة في المشاركة والتحديات في الانطلاق والاندفاع لنيل شرف الفوز بهذا الدرع الذي يبقى على مدار التاريخ في ذاكرة إنجازات الشعار الذي سيحصل عليه. بسم الله وعلى بركة أعلنت انطلاقة هذا الشوط، ونحن أيضا نسير مع المقدمة نتابع الصدارة، نتابع الأسماء العملاقة التي قدمت أيضا كل جديدها هناك في السنوات الماضية، وجاء هنا يوم الختام وتحدي الختام لتكون حاضرة أيضا بإضافة رمز وإضافة أيضا إنجاز يسجل في تاريخ ذكرياتها. نبدأ بالبداية والمركز الأول، مزنة التي تعلن افتتاح ندائنا الأول لسعادة الفريق. مصبح بن راشد الفتان التي تعلن اندفاعها هنا بتاريخها الكبير. المركز الثاني، اشتعال على المركز الثاني، سعيد بن محمد بالشيلة العامري هناك على المركز الثالث مع هذه اللحظة، مع هذا التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، يشكل خطورة دائما الدكتور علي رضا مع تحدي المركز الثاني وانطلاق المركز الثاني. الله 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 الله، درع فخر الأجيال وين يتوجه، وين يتوجه هنا؟ إعلان كما ذكرنا صاحبة السيف في العام الماضي والبنتلي هناك. قلت إنجازات، قلت كل الإثارة، قلت هذا الشعار العنابي المميز الملون الجميل يعلن دائما أنه متواجد مع كل الإثارة والتحدي والانطلاقات. ما شاء الله وتبارك الله، أعلنت إعلان أنها سيدة الموقف هنا في ختام هذا المهرجان مع الحول، هذا العمر الكبير، هذا العمر الخبير في التحديات وفي الإثارة. 1200 كان الإعلان، والنهاية هنا إعلان تقترب مع خط النهاية مع هذه اللحظات. انفراد تام وانطلاق تام، سلام يا الدوحة، سلام سلام يا الشحانية، سلام. ما شاء الله وتبارك الله، انطلقي يا إعلان إلى خط النهاية، إلى المسار النهائي. منصور بن محمد بن منصور الخيارين ما شاء الله، تبقى النجمة نجمة وتبقى أيضا هي حاصدة الرموز مع هذا الانطلاق مع هذا التواصل. تهانينا والناموس منصور محمد منصور الخيارين، وسلام يا الشحاني، سلام على هذا الأداء. المركز الثاني الشاطرة للدكتور علي رضا، والمركز الثالث ديباجه لأحمد محمد بالعضيلي العامري، والمركز الرابع مزن سعادة فريق مصبح بن راشد الفتان، والمركز الخامس هناك شواهين سعيد بن جعفر بن مرخان. ما شاء الله وصلنا لخط النهاية وانطلقنا مع خط النهاية، واندفعت أيضا هذه الهجن تحمل هذه الإثارة وانطلاقتها.